نيجي بقى للأخبار. طبعا معاينة النيابة، طبعا كلكم تابعتوا انفجار اللي حصل عند الجامعة النهاردة ده في نفس المكان لتاني مرة في 6 أشهر. المستشار مدحت مكي رئيس نيابة جنوب الجيزة أن المعاينة المبدئية التي أجراها فريق في نيابة جنوب لمكان انفجار جامعة القاهرة أكدت أن الجناة زرعوا العبوة الناسفة في خط الغاز وتم تفجيرها عن طريق هاتف محمول عن طريق دائرة كهربائية. طيب أحمد عبد الرازق زميلنا هناك على الهوا. طيب كويس أحمد، ما الدنيا فاضية؟ نعم مساء الخير أستاذ محمود. أهلا يا أستاذ أحمد، تحياتي. قول لي بقى الحكاية، أنت موجود فين بالظبط عند الجامعة؟ أصله يعني في مسلة قدامي كده قدام الجامعة، أنت عندها ولا فين؟ أمام، نعم تماما، أمام بوابة جامعة القاهرة في الحديقة المقابلة للمسلة كما ذكرت أستاذ محمود. كويس. ربما الجديد في المشهد أمام جامعة القاهرة الذي عرضنا له منذ الساعة 4:30 تقريبا أنه الطريق الآن تم فتحه للمارة والسيارات من جميع الاتجاهات، القادم من ميدان الجيزة ومن شارع ثروت إلى المتجه إلى كوبري الجامعة وما إلى ذلك. ولكن أستاذ محمود كنا أشرنا في مداخلة سابقة أنه قد ترددت أنباء عن وجود قنبلة أخرى تبعت القنبلة الثانية وتم تفجيرها في مكانها دون إحداث أي أضرار أو إصابات. هذه التقنية تسمى تقنية التسلسل أو السلسلة التي يتبعها هؤلاء الإرهابيون، وقد تم التعامل بها أكثر من مرة. أذكر أيضا أنه كما ذكرت أستاذ محمود قبل 6 أشهر ربما في أبريل الماضي، وكان زميلنا همام مجاهد يقوم بالتغطية من نفس هذا المكان، تقريبا انفجرت قنبلة عقب انفجار قنبلة، وبعدها بنحو بساعة كان يقوم بالتغطية فانفجرت قنبلة أخرى من خلفه، هي ما تسمى القنبلة الثانوية. أذكر أيضا أنه بالقرب من جامعة الأزهر من عند المدينة الجامعية عندما انفجرت إحدى القنابل في حافلة للنقل العام في أتوبيس نقل عام، انفجرت بعدها بقليل أيضا قنبلة كانت مزروعة ولكن تم إبطال مفعولها. ربما فطن الأمن وأدرك هذه التقنية فأصبح يسارع إلى تمشيط المكان وإخلائه بعد الانفجار الأول. هذا ما حدث هنا بالفعل، بعد انفجار القنبلة الأولى لم يمر نحو 20 دقيقة تقريبا إلا وكان رجال الأمن وخبراء المفرقعات يسارعون في المكان لإخلائه وتمشيطه، وبعد ذلك دخلت سيارة تتبع الإدارة العامة للمعمل للمعامل الجنائية، وهي عبارة عن معمل جنائي متحرك به كل آليات البحث الجنائي للوقوف على كيفية صنع هذه القنبلة وما قد تؤدي إليه، وهل هي تتبع هذه التقنية تقنية التسلسل من عدمه. هذا هو المشهد كما ذكرت أستاذ محمود، تم فتح الشارع من جميع اتجاهاته وانسحب الأمن تقريبا إلا من دورية الشرطة التي تقف في الجهة المقابلة للبوابة لبوابة جامعة القاهرة ودورية أخرى تجوب. طيب أستاذ أحمد، الجنينة اللي على إيدك اليمين دي فيها ناس بتيجي تقعد فيها؟ نعم نعم أستاذ محمود، بالفعل كثير من الطلبة يأتون إلى هذه الحديقة يعني خروجا من الجامعة انتظارا لزمايلهم أو ما شابه يعني. شكرا أحمد عبد الرازق مراسلنا من مكان وقوع انفجار القنبلة في جامعة القاهرة. بيقولولي بيقولولي وحيد قال لي بيساكن نواحي المنطقة دي، بيقولي إنه الشارع دوت اللي هو شارع النهضة ده الجنينه بيقعد فيها ناس بالليل ويقعدوا ياكلوا ويشربوا، وبعدين ولاد بتروح تقف عند المسله ديت تتصور وعروسه وعريس وبتاع حاجات زي كده. ايوه ده كان بيحصل، انا كنت بشوفه طبعا بالليل. ما ينفعش ده يا جماعه، المنطقه دي تتقفل لان الناس دي تقعد بالليل، مين اللي قاعد دول بقى؟ ممكن يكونوا مجموعه من الجماعه اياهم ويحطوا القنبله ويمشوا. ما احنا نيجي نفتش الصبح، ممكن يكون مثلا الكلب اللي جه الناحيه دي فتش تعبان ولا مش عارف ايه، يعني ممكن نتعرض لمشاكل. احنا دلوقتي في حاله طوارئ. حاله الطوارئ ايه؟ ما اقفلش الشارع عشان ما نعملش يعني ازمه في المرور، انما نقدر نستبدل الجنينه ديت باي جنينه تانية. يعني مش معقوله من نفس الجحر نلدغ مرتين، ما ينفعش. فنعمل ايه بقى؟
يعني انا مش هوجه الامن، الامن له قياداته ومفكريه وكل حاجه، بس يعني الجنينه دي ما صحش حط عليها مصدات، ما حدش يقعد عليها، ممنوع ممنوع. اللي عايز يقعد يشوف جنينه تانية بعيد عن المنطقه دي، المنطقه دي لبش دلوقتي واحنا في حاله طوارئ. يعني ايه حاله طوارئ؟ احنا نستحمل بعض بدون يعني مغالاه، بدون مغالاه. ايوه الدكتور محمد سلطان رئيس القطاع الرعايه العاليه عاجله بوزاره الصحه. دكتور سلطان، دكتور سلطان مساء الخير. اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. المعلومات اللي عندنا 11 اصابه ولا وفيات الحمد لله، ده معلومات دقيقه لغايه دلوقتي ولا؟ نعم، هو تم نقل 11 مصاب فعلا من بعد انفجار، بعد هذا الانفجار. 6 مصابين تم نقلهم الى مستشفى الشرطه بالعجوزه. 5 مصابين الى مستشفى القصر العيني. 6 مصابين اللي راحوا العجوزه منهم 4 ضباط شرطه وواحد امين شرطه وواحد مدني. 5 مصابين اللي تم نقلهم لمستشفى القصر العيني منهم 2 مجندين شرطه و3 مدنيين. الاصابات الحمد لله معظمها اصابات بسيطه. طيب. باستثناء 3 حالات كان عندهم واحد مدني كان عنده جرح شديد تهتك بالقدم. 2 من الثلاث ضباط احدهم كان عنده جرح شديد تهتك ايضا، والاخر كان عنده كسر الساق. طيب يعني الحمد لله ما فيش وفيات والاصابات ما يعني معقوله. الحمد لله ما فيش طيب. وفيات ولا توجد حالات حرجه الحمد طيب. شكرا دكتور محمد سلطان المتحدث باسم المنطقة الرعاية الحرجة بوزارة الصحة.